لكم، معكم خديجه في شيوات خديجه. كيف نتوما لاباس عليكم؟ بخير مزيانين، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدموا مع بعضنا تشيز كيك، طارطة د كيسون، المهم طارطة د كوخالة. عندي هنايا اللوز مهرمش، وعندي هنايا كاس العلبه ماشي عامر ديال السكر، وعندي هنا جوج صغار ديال الكوخاضه، عندي 400 مليلتر ديال الحليب و 400 مليلتر ديال القشطه الطريه الكريمه السائله. وعندي هنايا اللوز حتى هو عاود مطحون، هذا في الاخر غنحتاجو. وغادي نبداو نعملو المكونات ديالنا. غادي نعمل القشطه الطريه هنايا في هاد الكاسويله، وغنعمل الحليب، وغنعمل السكر، وغادي نعمل جوج صغار ديال الكوخاضه، وغنخلط الخلاط. المهم غنبقى نخلط هذا الخليط هذا حتى مين تراس هذا العناصر هادو يغلاو لنا. عندي هنايا كيكاز ماريا. هذه المرحله انا عملتها باش نوفر الوقت، لان كنت عملتها معكم في الفيديو اللي الفيديو السابق، كنت عملت نفس الشيء نفس تشيز كيك، ولكن كنت عملتهم مقادير مختلفه. هنايا عندي باكيتي ونص ديال كيكاز ماريا والزبده مذوبه، الزبده كتبقى على حسب الكيكاس اللي عندكم، وقارو السبق هذا المول من في الثلاجه يبرد لي. من بعد ما غلات لنا هاد المكونات ديالنا اللي عملنا، غادي نعملو كلشي في الغرف ديال المولينكس، وغادي نعمل هاد اللوز اللي عندي مهرمش حتى هو غادي نعملو، وغادي نمشي نطحن هاد المكونات هادي كاملة مع بعضها ونتابعو. يا ديك بعد ما طحنا العناصر كاملة مع ديك اللوز، غادي نضيفو على المول ديالنا اللي عندي فيه كيكس، كان عندي في الثلاجه تبرد. وعندي اللوز عاوز اخر، الحق هذا مطحون اكثر من اخر، غادي نعملو من هنا لوجه د الطرطه د كيسو. هو نورمالمون اللي عنده الطرون يعمل الطرون، اللي عندكم موجود في الدار تقدروا تستعملوه. هو هذا كيجي على هذا الفورما اللي عملت له اللوز. دابا غادي نعملو في النيبيلا ونتابعو ان شاء الله. وهو هذا التقديم النهائي ديال الطرطه ديالنا ديال اللوز، كنتي على هذا المنظر هذا من بعد ما خرجتها من النيبيلا. كنتمنى تعجبكم الوصفه، لان الوصفه سهله وسريعه ومكونات قلال، كتبدا تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو كنتمنى تشاركوا في القناه ديالي، وتضغطوا على الزر الاحمر، وتفاعلوا مع الجرس، ونتلاقاو في وصفة وشهوة أخرى إن شاء الله بإذن الله.